مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين حول شاشات التلفزيون وشاشات الكمبيوتر في البال توك ومواقع الإنترنت البرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة من قناة الحياة الفضائية. دعونا نرفع قلوبنا لطلب بركة لهذه الجلسة. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يا من أحببتنا محبة أبدية فأدمت لنا الرحمة، تفتح لنا أحضانك، تعلن لنا حنانك، لما الخاطي يجي ويتوب تغفر له كل الذنوب، لأجل الدم الغالي الكريم الذي سال على عود الصليب كفارة وفداء. اذكر يا رب هذه الجلسة، حاصرنا بقوة روحك القدوس وتلامس مع قلوبنا حتى تفتح بصيرتنا الداخلية لمعرفة الحق، وبارك كل نفس مشاهدة أيضا، ولك المجد إلى الأبد آمين. أحبائي المشاهدين، نتشرف أيضا بوجود أخونا عبد الفتاح معنا اليوم، فمرحبا بك. أهلا بك. وقبل أن أبدأ حلقتنا أشير لأن بعض الجرائد الصفراء في مصر والإنترنت قد أوردت أنني أرسلت لها رسالة، وهذا كذب وخداع ولا أساس لذلك من الصحة، وإني لا أحتاج أن أرسل رسائل لأي جريدة، فلي منبري هذا الذي أوجه منه ما يلزم من رسائل، فلا تصدقوا الكذبة والمفترين. والآن نستمر في برنامجنا حوار الحق في عرض مواضعنا، وهي عن محمد أم المسيح. وفي هذه الحلقة سوف نواصل مناقشة أخلاق محمد، ولازلنا نذكر من الحلقات السابقة المعايير التي أقرها ابن تيمية عن معرفة الأنبياء الكذبة في كتابه منهاج السنة النبوية جزء 2 وصفحة 420، عرضناه قبل كده كتير. إذ قال عن الأنبياء الكذبة: كان ينزل عليهم من الشياطين والشياطين يوحون إليهم، حتى يظن الجاهل أن هذا مثل ما ينزل على الأنبياء الحقيقيين. أما العقلاء فكان ما يبلغهم من كلامهم وما يرونه من سيرتهم يبين لهم أنهم ليسوا أنبياء حقيقيين. برافو ابن تيمية. فتمييز النبي الحقيقي من النبي الكذاب هو بالسيرة والسلوك، وهو ده بقى حكمنا وتقييمنا لهذا الموقف. قبل ما نبدأ الحلقة، انت عودتنا انك انت تقول لنا سؤال الحلقة اللي احنا محتاجين نجاوب عليه او مشاهدين محتاجين نجاوب عليه. صحيح، متذكر كويس انت يعني. سؤال الحلقة احبائي اللي اتمنى ان كل واحد يجاوب عليه ويبعت لنا: هل كان النبي محمد مزواجا؟ نعم ارسل واحد، لا ارسل اثنين. وبالمناسبة أرجو ممن يتصلون بنا على الهواء ولا يتسع الوقت الاستماع إلى تساؤلاتكم أن ترسلوها إلينا على الموقع حتى نستطيع أن نجاوب عليها تباعا على الهواء. أي سؤال نفسك تسأل فيه وما جاش الدور أنك أنت تسألنا فابعته لنا على الموقع. الحلقة النهاردة تباع للحلقات السابقة، فحساس الموضوع شوية أبونا زكريا، فلو سمحت تدي بعض التحذيرات للإخوة المشاهدين. أمين. اللي بيشاهدوا برنامج النهاردة. أشكر محبتك واهتمامك. أقول أحبائي أن هذه الحلقة أيضا هي للكبار فقط. وعلى فكرة جالي ناس بعتوا لنا وقالوا لازم تضيف أيضا وللمتزوجين فقط، يعني مش بس كبار، عشان العزاب ممكن يعصروا وما فيهم من رهبان بقى وغيره، يعني تبقى للكبار المتزوجين فقط. وأحب أن أؤكد كذلك أن كل ما في هذه الحلقة مع كل قبحه ليس الهدف منه إحراج أحبائي المسلمين،
وإنما هو إشفاق عليهم يبلغ إلى حد الأسى والحزن من أجلهم. وطالبت قبل الخوض في تلك الروايات برفع الحصانة عن محمد نبي الإسلام حتى نحاكم تصرفاته بكل حرية. لذلك أرجو أن يفكر كل مسلم مخلص يريد معرفة الحق أن يرى هل هذا هو النبي الذي يستحق أن تتبعه؟ ده سؤال مهم قوي من خلال حلقتنا تجيب عليه. أمين. محتاجين أن احنا نلخص الثلاث حلقات اللي فاتت وكمقدمة للحلقة الجديدة يا أبونا لو سمحت. أمين. أشكرك حبيبي. أشكرك. حقيقة أنا ذكرت أن هناك أربع معايير لقياس الأخلاق. هي الطهارة، الأمانة، المحبة، إنكار الذات أو التواضع. وبدأنا تطبيق معيار الطهارة على نبي الإسلام محمد. نشوف. ووضحت أن ذلك يتضمن أولا تعدي محمد لتشريع الزواج الذي سنه، اثنين شذوذ محمد الجنسي، ودينا صور كثيرة منه، ثلاثة هوسه الجنسي، ودينا روايات كثيرة عن ذلك، رابعا التلفظ بكلمات جنسية هابطة يندى الجبين من سماعها، فكم وكم بقولها، وانا حطتها على الشاشة المرة اللي فاتت عشان خاطر نشوفها. وهل هذا يصدر من نبي قيل عنه انه على خلق عظيم وانه اسوة حسنة؟ كلام صعب قوي الحقيقة، صعب. بنلاقي كمان يا ابونا في معيار الطهارة ذكرت لنا عدد زوجات كسر للشريعة أولا، وبعدين عدد زوجاته اللي كان 9، وبعدين العدد الكبير اللي هو وعدد كبير من النساء اللي هو ارتبط بهم. فيمكن أنك أنت تتناول الموضوع ده بالتفصيل والمراجع علشان إخواتنا المشاهدين كمان يشوفوا أن احنا ما بنجيبش الحاجات دي من عندنا، لكن من واقع المراجع والتراث الإسلامي اللي موجود بين إيديهم. برافو عليك. حتى مهم قوي أن احنا نذكر المراجع، لأن أبسط حاجة كل واحد يقول أنت إيه المرجع في الحكاية دي؟ لا ما حصلش كده. فبداية أحب أن أنا أوضح حتة مهمة كمان. معلش يعني ممكن تكون فكاهة وممكن تكون في الموضوع، وأنا أحب أشير للحاجات الجادة بأسلوب فكاهي شوية علشان خاطر يعني تخفف العملية، تخفف الموضوع شوية. عايز أقول لك اللهم لا حسد، يعني أقول ذلك بعدما قرأت ما جاء في كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس جزء 1 وصفحة 635. بيقول إيه بقى عن عمر بن غفرة؟ قال الناس ما لمحمد شغل إلا التزوج، ما وراش حاجة غير إن هو جوز. يقول كده برضو المرجع فحسدوه على ذلك. فأنزل الله عز وجل سورة النساء آية 54 أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. يعني هذا التزوج فضل، ده فضل من عند ربنا. فأنا بقول يعني اللهم لا حسد على رسول الإسلام. أحب أن أذكر المراجع زي ما قلت عزيزي الفاضل عن نساء النبي حتى لا يظن أحد أننا ندعي هذا الكلام، وممكن كل واحد يرجع إلى هذه الكتب. هناك أولا الطبقات الكبرى لابن سعد الجزء 8، وهو جزء كامل عن النساء وعلى رأس القائمة نساء النبي. اثنين المنتخب من كتاب الزواج النبي للزبير ابن مصعب الزبيري. ثلاثة أزواج النبي للإمام الصالحي الدمشقي. أربعة أزواج النبي لعبد الله ابن عمر الواقدي. خمسة أزواج النبي لأمير مهنة. ستة نساء النبي لبنت الشاطئ. سبعة كتب السيرة المحمدية المتعددة وفيها تفاصيل عن نساء النبي. ثم موقع جوجل، خش جوجل واكتب نساء الرسول، وفي مرة تانية اكتب نساء النبي، وهكذا ابحث فيه عن نساء النبي ستجد عنهم. انا طلعت كده كتبت نساء النبي وطلعت الموقع. عارف طلع كم موقع؟ كم؟ مليون
و230 ألف موقع على الإنترنت. حاجة غريبة. اللهم لا حسد. اللهم لا حسد. صحيح. قبل ما نفتح الملف يا ابونا زكريا خلينا نناقش الادعاءات بتاعت المسلمين عن داود وسليمان وتعدد الزوجات اللي كان موجود في العهد القديم. ده صحيح. هو ده سؤال احنا بنتعرض ليه وكويس ان احنا بنفتحه في البداية. عشان خاطر بدل ما هو احنا بنعدد زوجات الرسول يقول لك اه طب ما عندكم داود وسليمان كان عندهم زوجات وبالمئات وبالالاف. ماشي. فحلو قوي ان احنا نفتح هذا الموضوع. والحقيقه ان قول المسلمين هذا هو في الواقع لا يبرر تصرفات نبيهم محمد، بل على العكس يسيء اليه. هتقول لي ازاي؟ اقول لك القضيه الرئيسيه غير واضحه عند المسلمين، وهي لماذا جاء المسيح اساسا، ولماذا لم يكتفى بموسى وتوراته وشريعته. ما يعني يقول لك ما العهد القديم كان فيه زواج وعمل. طب المسيح جه ليه لما شريعه العهد القديم حتمتد وتخلص؟ طب لازم نجيب فيه تشريع جديد بالظبط كده، مش كده؟ فهون الناس مش فاهمه المسيح جه ليه اساسا. فمن يبحث عن الحق ينبغي ان يعرف ان المسيح جاء ليكمل الناموس، ناموس يعني الشريعه القديمه، شريعه موسى، ويعطي الشريعه الجديده، شريعه الكمال. والا ما كان هناك داع لمجيئه ان هو صار على نفس الشريعه القديمه، يبقى الجديد اللي جاي يعمله. والجديد الذي اتى به المسيح هو كلمة رئيسية يجهلها المسلمون جميعا ويجهلها نبي الإسلام. النعمة. فعندنا في إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 1 وعدد 17 يقول: لأن الناموس الشريعة بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. ده شريعة وده نعمة. فالناس في العهد القديم كانوا بلا نعمة، في شريعة بس وصايا. والنعمة معناها ايه؟ ثم بعدين كل واحد يقول لك يعني ايه نعمة؟ طب ما احنا بنقول والنعمة ايه؟ لا، النعمة معناها معونة من الله، عطية مجانية من ربنا، امكانيات فائقة من الله. لان الناس كانوا منفصلين عن الله بسبب خطاياهم، انفصال. فأعطاهم الله شريعة أو قانون مبدئي يستطيعون تنفيذه بحسب إمكانياتهم البشرية. إمكانيات بشرية خالية من معونة إلهية ولا نعمة إلهية. لكن لكي ينالوا هذه النعمة، نعمة ربنا، النعمة التي تمكنهم من تنفيذ وصايا الكمال، كان لابد أن يتصالحوا أولا مع الله عشان يديهم النعمة. لأنهم كانوا أعداء. يس. وذلك يتطلب التكفير عن خطايا أولا. فجاء المسيح كفارة وأتم المصالحة على الصليب، لأن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم. وهكذا أعطيت النعمة للناس التي بها يستطيعون تنفيذ وصايا الله. مشكلة محمد بقى عزيزي، وبرضو الكلام للمشاهدين، مشكلة محمد الرئيسية هي أنه تجاهل نعمة المسيح، تجاهلها وصار على شريعة موسى القاصرة، رجع للعين بعين وسن بسن والزواج والمزواج والبتاع، رجع على الله. طب المسيح جه غير وارتقى بالبشرية، ترجعنا انت تاني لورا. دي القضية الأساسية. والخطأ الذي لا يغتفر لمحمد، أقولها تاني، الخطأ الذي لا يغتفر لمحمد مدعي النبوة هو أنه ازدرى بروح النعمة التي أعطاها المسيح. فالكتاب المقدس يقول في عبرانيين 10 آية 29: فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي
قدس به دنسا وازدرى بروح النعمة. ومحمد ازدرى بروح النعمة، لم يتكلم على النعمة وتجاهل تماما. إذن هذه الغلطة التي لا تغتفر له، لأنه أضل المليارات وراءه. أبونا زكريا، يعني يبقى كويس لو إحنا المسلمين بيقولوا أن محمد تزوج حوالي 54 زوجة، يبقى كويس لو إحنا ذكرنا أسماء هؤلاء النساء أو هؤلاء النساء النساء علشان 54 هي اللي احنا عارفين انهم اكثر من 54، يبقى كويس لو ذكرناهم كمان بالاسم. ما دي المشكله، عارف، لان الناس بتجهل سيره محمد ومغطيين على السيره ديت، فما حدش فاهم. يقول لك كان متجوز 9 بس، يمكن كمان بقيت النساء 9 زوجات، لكن بقيت النساء يمكن كمان 10 15، قول حتى 45. لا، عايزين نتكلم بمنتهى الصراحة ونذكرهم لكم بالاسم الواحد. وعايزني ان انا اذكر اسمهم 66. يس، لو سمحت. نكتة برضو بسيطة. حلوة. ماشي يا بون. فكرتني بقصة بنكتة بيقولوها، يعني ان رئيس الجمهورية كان راكب طيارة مع شيخ الازهر والبابا بتاع الاباط. وبعدين الطيار قال لازم نتخلص من واحد من الثلاثة. يتخلصوا من رئيس الجمهورية ازاي؟ فرئيس الجمهورية فكر، فسأل شيخ الأزهر، قال له عدد التعداد بتاع مصر كام دلوقتي؟ قال له 70 مليون. قال له برافو، ناجح، طيب يبقى انت مش هنرميك. طب الان بشنو ده؟ شوف احنا او البابا يعني عدلنا بقى، قول لنا اسماء 70 مليون. نكتة طبعا، لكن احنا برضو هنعد اسماء 66 ومش هنقع، لان احنا صحيح احنا على الهوى، بس ما حدش هيرمينا من على الهوى. اوكي، الواقع ان المراجع يا احبائي تكمل بعضها بعضا، وقد جمعت اعداد نساء الرسول فبلغ عددهن 66 امرأة، بينقسم الى 4 فئات. فئة الاولى 13 زوجة. تقول لي لا 9، يا عم افهم بس، خلينا لما نتكلم عن ال 13 زوجة وريهم لك هتقول ايه. طب ايه اسميهم يا ابونا؟ هنقول لسه دلوقتي. بس في الفئه الثانيه 6 سراري، والفئه الثالثه 30 واحده عقد عليهم وامتلكهم وما دخلش عليهم. الفئه الرابعه ناس خطبهم وما دخلش عليهم، عقدش كمان. فانت طلبت مني سؤال، اللي هم ال 13 زوجه اساميهم الاول هنيجي اللي هو متزوجهم. حلو خالص. زوجات النبي ال 13 اللي عقد عليهن ودخل بهن، منهم او منهن اللي ماتوا وتوفوا في حياته من ال 13؟ مين توفوا في حياته؟ خديجه بنت خويلد، ادي واحده تزوجت مرتين قبله واوصاها بحيره من يوم بانها تتجوز محمد لما كان محمد لسه طفل، يعني احنا اتكلمنا عن الحكايه دي قبل كده. وعلى حد تعبير الشيخ خليل عبد الكريم هي التي قامت باعداد محمد والوسطه للنبوه. الكلام ده مش من عندي، الكتاب ده موجود في كتاب فتره التكوين في حياه الصادق الامين صفحه 18 و 298. وبعدين نمرة 2 بقى، زينب بنت خزيمة الهلالية دي ماتت برضو في حياته، أرملت شهيد في غزوة أحد، كان شهيد في غزوة أحد، ماتت بعد شهرين من جوازه منها. التالتة اللي ماتت في حياته برضو ريحانة بنت زيد ابن عمرو، أسيرة يهودية عرض عليها الإسلام فأبت، فأجبرها على الإسلام وتزوجها وماتت في حياته. خلاص، ادي تاني، وده اسم زوجه طلقها في حياته برضه. زوجه طلقها اسمها العاليه بنت ظبيان الكلابيه. مكثت عنده طويلا ثم طلقها فتزوجها ابن عمها قبل تحريم الزواج على زوجاته، بعد كده حر. خلاص، يبقى ادي ايه، جماعه ماتوا وواحده طلقها
وأيضا منهم بقى من اغتصبهم من أزواجهم. اغتصب جماعة من أزواجهم. زي زينب بنت جحش. زينب بنت جحش أخذها من زيد ابن حارثة ابن المتبن لما رآها في بيتها شبه عريانة وسمينة كده وبيضة، فقال سبحان مقلب القلوب، وأنزل آية قرآنية ليتزوجها في سورة الأحزاب 37، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ماشي. بعديها اللي خدها برضو من صحابي صفية بنت حيي، ودي كانت أسيرة يهودية وقعت في الغنائم لدحية الكلبي اللي كان بيشوف جبريل على صورته، خدها منه ولم ينتظر، خدها في الميدان ولم ينتظر حتى يصل إلى بيته في المدينة لكن تحرق إليها واشتدت شهوته إليها، فقال لهم اعملوا لي حاجة عشان أخش عليها، فجابوا الملايات ونصبوها بين الأشجار ودخل عليها في السكة لا ثلاث أشهر ولا استنى لما روح البيت. التالتة جورية بنت الحارث، وهي أيضا أسيرة يهودية وقعت لثابت ابن قيس، وكانت عيشة قد منعتها من مقابلة محمد لئلا يأخذها، لو شافها مش هيعتقها، ولكنه رآها غصب عنها وخدها غصب عنها. فدولت الزوجات اللي هي التلتاشر اللي صفصفوا على تسعة. انت ذكرتنا دلوقتي سبع اسماء بس يا ابونا، باقي ستة كمان. طب حاضر لو سمحت تذكرهم. ماشي اشكرك. هذه اسماءهن. عائشة بنت ابي بكر الصديق تزوجها وهي طفلة تسع سنين، معروفة القصة، وهو كان عنده 53 سنة. وطبعا هنرجع الحديث عن نوادرها مع محمد للحلقة القادمة ان شاء الله. أبقال. بعدين اثنين، حفصة بنت عمرو ابن الخطاب. حفصة اللي شنعت بيه لما دخل على الجارية بتاعته على فراشها، اتكلمنا الاسبوع اللي فات كده. بعدين بعد كده ام سلمة، وهي هند بنت ابي امية المخزومية، ولها قصة. اتقدم لها ابو بكر عشان يجوزها، رفضته عينها على الكبير. وبعدين قبلت محمد واتجوزته، وغارت منها عيشة أيما غيرة لجمالها. بعد كده أم حبيبة بنت أبي سفيان أخت معاوية، آدي 11، هاجرت للحبشة مع جوزها عبد الله ابن جحش اللي تنصر هناك في الحبشة. وأول ما تنصر هناك جه باعت محمد واتجوزها عشان خاطر يعني يعوضها. بعد كده ميمونة خالت خالد ابن الوليد، وهبت نفسها له واتجوزها في العمرة، وقال عنها ابن عباس زواج رسول الله من ميمونة محرم لأنها في العمر. ده الكلام ده موجود في كتاب السيرة الحلبية جزء 3 وصفحة 333. طيب بعد كده بقى تيجي سودة بنت زمعة، لما كبرت في السن محمد حب يطلقها، فقالت له فعرضك ما تطلقنيش خليني، بس أنا هتنازل عن اليوم بتاعي لمحبوبتك عيشة. فقال آدم كده خليك. دول أسماء بقى الإيه؟ الزوجات اللي الزوجات اللي خدوا معقد عليهم. وهي أسامي السراري السراري الجواري بتاعته السراري الحواري بتوعه بقى حكاية. سراري ستة قليلين يعني، منهم ماريا القبطية واللي بعتها ليه المقوقس، وأنجبت له إبراهيم، وده لها قصة في كتاب السقاط لابن حبان جزء 2 وصفحة 83. ولدت إبراهيم، ولدت إبراهيم ابن رسول الله في ذي القعدة، فوقع في قلب النبي منه شيء. ايه ده ولدت؟ طبعا احنا هنناقش الموضوع ده المرة الجاية، هل النبي كان يعني كده بيخلف وبتاع ولا لا. لكن هنا اشاره بسيطه بس، انه لما حبلت قال يا نهار اسود جابته منين؟ تصور. وفي المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري جزء 4 صفحه 41 يقول عن عائشه بقى رضي الله عنها، قالت اهديت ماريا الى رسول الله
ومعها ابن عم لها، فوقع عليها وقعة فاستمرت حاملا، فعزلها عند ابن عمها، فقال أهل الإفك يعني الكذب والزور من حاجته إلى الولد ادعى ولد غيره. كلام ده انتوا سمعتوه قبل كده يا جماعة؟ كلام ده لأول مرة يعلن للتاريخ، اسمعوا. وكان وبتكمل المرجع يعني، وكانت أمه قليلة اللبن، عيشة بتقول كده، فبتاعت له شاتا لبون يعني عندها لبن كتير، فكان يغذى بلبنها فحسن عليه لحمه. شوف بقى الحتة الجاية، إثبات أن محمد اتفاجئ أن ماريا حامل. شو بقى وكلام الناس، شو بقى اللي جاي اللي بيثبت أكتر؟ عيشة اللي بتقوله، بتقول فدخل به علي النبي ذات يوم فقال كيف ترينه، انت شايف ايه؟ فقلت من غذي بلبن الضأن يحسن لحمه. طب امال، شو بقى السؤال اللي جاي كده، فقال وماذا عن شبهه؟ الشبه. قالت، ودي المصيبة بقى والطامة، ما أرى أنه يشبهك. وكان قد بلغ رسول الله ما يقول الناس أنه خد دعا ولد غيره، فقال لعلي، شوف التداعيات، خذ هذا السيف فانطلق اضرب عنق ابن عم ماريا حيث وجدته. الكلام ده في المستدرك، كلام انا مش بألفه، بس ما حدش بيقرا ولا حدش بيعرف، مشكله. هنكمل نقاشها الجمعه الجايه ان شاء الله. معلش احبائي المشاهدين، ما تتضايقوش، انا عارف ان في ناس دلوقتي بتغلي قدام التلفزيون ونفسهم كده يمسكوني يقطعوا رقبتي عشان خاطر بتكلم. انا ما بجيبوش من عندي، انا مش بدعي، ده مجرد قراءة في الكتب، كتب السيرة اللي عندكم. السيرة غلط، بقت النهاردة غلط، لما بينا اللي فيها كانت غلط، ما كانت فخركم. بعد كده زليخة القرازية، وزليخة القرازية مذكورة في كتاب السيرة الحلبية جزء 3 وصفحة 419. بعد كده السرية الثالثة، جارية زينب بنت جحش، يعني خد زينب وشوف قصة يعني أخذ الجارية بتاعتها في كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري جزء 4 وصفحة 45. ده الكتب يقول وهبت زينب بنت جحش للرسول جاريتها، فقد كان قد هجر معاشرة زينب بسبب احتجاجها عليه عندما عاشر صفية بنت حيي في يومها. كانوا طالعين الحج وكان بياخد يعني ناس وياه، فكان اليوم بتاع زينب، فدخل على مين؟ على صفية. ولكن في الشهر الذي مات فيه الرسول، بعد كده فارقها يعني، في الشهر الذي مات فيه الرسول رضي عن زينب ودخل عليها ففرحت، فقالت ما أدري ما أجزيك، أدي لك إيه؟ أدي له إيه؟ فوهبتها له، أدته الجارية، قالت له دي هدية بقى فوق البيع. بعد كده جت أسماء بنت سبا، وبعد كده جارية أخرى جميلة أصابها في بعض السبي، والكلام ده موجود في تفسير الطبري جزء 14 صفحة 169. تأتي بقى واحدة لها قصة غريبة عزيزي، اسمها الفتاة الفزارية، فتاة من فزارة. قصتها ان اخذها محمد من الصحابي سلمة، سلمة ده اسمه مذكر مش بنت زي جمعة مثلا، في كتاب البداية والنهاية لابن كثير جزء 4 وصفحة 221. قال سلمى هذا خرجنا مع أبي بكر
وأمره رسول الله علينا فغزونا بني فزارة، فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فشننا الغارة، كان يروح على الماء عشان فقتلنا على الماء من مر قبلنا. ثم نظرت إلى جمع من الناس فيه من الذرية يعني الأولاد والنساء نحو الجبل ماشيين بيهربهم بقى ستات والعيال، وأنا أعدو في آثارهم فخشيت أن يسبقونني إلى الجبل. عمل إيه بقى؟ ودنا بيه، فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل، يعني هم ماشيين كده فجهران السهم من هنا جه هنا قدامهم يعني كأنه حاصرهم يعني. فجئت بهم وصلهم، وبعدين بيقول جئت بهم أسوقهم. يا خبر أبيض، يعني يعني صيدة نساء وأطفال. عارف عيال الشوارع لما يقول لك أنت هي صيدة يا لا صيدة، فهم دول صيدة بيصطادوهم بالحراف وبعدين يسوقهم زي البهايم. فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر، وفيهم امرأة من فزارة ومعها ابنة لها من أحسن العرب، فوهبني أبو بكر بنته. قال لي هدية ليك بقى على الصيدة دي كلها، خد دي. شوف يقول إيه، فما كشفت لها ثوبا حتى قدمت المدينة. محمد في السكة ينام مع صفية وهي مأخوذة من الأسر، لكن ده الراجل عنده ضمير، ما كشفش لها ثوب. ثم بت فلم أكشف لها ثوبا، وفي الغد لقياني رسول الله في السوق فقال لي يا سلمى، سمع بقى رسول الله يا سلمى هب لي المرأة. فقلت والله يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. الرجل من أدبه مع الرهاش يعني لم يقترب إليه. فسكت رسول الله وتركني حتى كده الحمد لله. وفي الغد لقياني رسول الله في السوق فقال يا سلمى هب لي المرأة. فقلت يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا لتاني يوم. فسكت رسول الله وتركني حتى إذا كان من الغد لقياني رسول الله في السوق. مش عارف رسول الله بيروح السوق يعمل يعني، أنا مش فاهم. مهم، فقال يا سلمى هب لي المرأة لله أبوك. هدده يعني كده تعتبر أبوك في ذمة الله يعني، هقتله لك وبما فيها يعني هقتلك كمان. عشان كده يقول لك فقلت يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوبا وها هي يا رسول الله لك. آدي الجواري اللي هو يعني خطفه. نستطرد في نفس الموضوع، الحقيقة موضوع صعب قوي، لكن ايه أسماء اللي عقد عليهم محمد نبي الإسلام ولم يدخل عليهم؟ أيوة دي فئة تانية كبيرة بقى. 30 واحدة عقد عليهم وخدهم الحرملك بتاع النسوان أو سميها حظيرة النساء يعني جابهم، وينقسموا إلى 4 مجموعات. 3 منهن وهبن أنفسهن له، منهم فاطمة بنت السريح وهبت نفسها له، الثانية أم شريك بنت غزية من الأزد برضو وهبت نفسها له، ليلى بنت الخطيم الأوسية وهبت نفسها له ثم طلقها. الكلام ده موجود في أسد الغابة. 4 متنا قبل الوصول إليه، 4 متنا قبل الوصول إليه. خولة بنت الهزيل ماتت في الطريق قبل وصولها إليه. شراف بنت خليفة الكلبية أخت دحية الكلبي ماتت قبل دخولها عليه، وده برضو موجود في أسد الغابة جزء 7 وصفحة 161. يبقى كده 5 6. سناء بنت أسماء ابن الصلت ماتت قبل أن يصل إليها محمد، قبل أن يصل إليها محمد رحلها، وده موجود في الطبقات
كتاب الطبقات لابن سعد جزء 8 وصفحة 149. ثم قتيلة بنت قيس الكندية مات محمد قبل وصولها إليه من اليمن. بعت الجبهة من اليمن. اللي ماتوا قبل ما يوصلوا له قال بعض الأذكياء. هناك احتمال. هل في أذكياء موجودين حوالين الشاشة؟ كتير. بس هذا الذكي قال هناك احتمال أنهن انتحرن قبل أن يوضعن في حظيرة نساء محمد. عارفين أنهم هيتاخدوا وحطوا في الحظيرة فانتحروا في السكة. ثم هناك أربعة طبعا تبع على هذا الذكي فهمش جابها منين يعني. أربعة تعوزن منه فطلقهن. إيه الحكاية دي؟ في كتاب الطبقات الكبرى جزء 5 وصفحة 145 وفي كتاب السيرة الحلبية جزء 3 صفحة 418 يقول إيه؟ لما جعل رسول الله يتزوج الغرائب يعني ناس غربة عن القبيلة قالت عائشة قد وضع يده في الغرائب يوشكنا أن يصرفنا وجهه عنا هيتلهي فيه بقى ويسيبنا. شوف يقول لك فاتفق نساء النبي على أن يقلنا لكل واحدة كل واحدة لسه دخلة جديدة بقى كده وبيطبلوا لها وزمروا لها عشان خاطر الدخلة يقولوا لها إيه إن أردت أن تحظي عنده تبقى محظوظة يعني كده ويحبك ها يقولوا لها تعوذي منه بالله يعني قولي أعوذ بالله منك حفظوها. يقول فهذا ما كان يحدث من الضحية فتقول للرسول أول ما يخش عليها بقى للدخلة أعوذ بالله منك وكانت كل واحدة تسمع منه في الحال عبارة الحقي بأهلك طالق بالثلاثة ويطلعها. أسماء هؤلاء بقى أسماء هؤلاء فاطمة بنت الضحاك ابن سفيان الكلبي استعاذت منه زي ما حفظت وده موجود في الطبقات جزء 8 وصفحة 141. الشخصية التانية عمرة بنت الجون أو الجونية الكندية قالت له أعوذ بالله منك فأرجعها. الكلام ده برضو موجود في صحيح البخاري حديث 2120. بعدين أسماء بنت النعمان ومليكة بنت كعب الليسي. مليكة قالت لها عائشة قالت لها أما تستحين من قاتل أبيك هو ده اللي قتل أبويا. أول ما شافته أعوذ بالله منك الله طالق ارجع لأهلك. وهناك ثلاثة تعالينا عليه فطلقان منهم كندية ابنة عم أسماء بنت النعمان دعاها الرسول عشان خاطر تجيله بقى في الدخلة فقالت له إنا قوم نؤتى ولا نأتي فطلعت في نفوخه فطلقها. ثم أميمة بنت النعمان قال لها بعد ما جت هبيني نفسك قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة وكان يتجوزها بالعافية فطلقها. دي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. ثم هند بنت يزيد المخزومية رفضته ثم وافقت عليه ولم يدخل بها. أما عمرة بنت يزيد الكلابية فقد رأى بياضا في آسف بتأسف لكل المشاهدين أنا آسف وكويس إن في راحت الأسماء معلش أنا آسف كنت عايز استخبى في الأسماء. رأى بياضا في كشحها يعني في العانة بتاعتها فطلقها. رجل مزاج. طب وهي الطبقات ها الطبقات 842 ها اسف قطعتك يا ابونا. وبقيه اسماء النساء محمد احنا كده لسه طولت قوي يعني عددهم 15 عادي اسمائهم طبعا معروفه. اسماء بنت السلط اسماء بنت كعب اميمه بنت شراحيل وكل دولت هتلاقيهم موجودين على الشاشه بكامل اسمائهن. يطول الكلام ومش عايز أضيع وقت في إن أنا أقعد أقرأ فلانة بنت فلانة وفلانة بنت فلانة. الأسماء قدامكم. أوكي نيجي لل
للكاتيجوري تانية. احنا كلمنا عن اللي زوجات الزوجات اللي هو كتب عليهم ولم يدخل عليهم ودلوقتي عايزين والسراري، وبعدين عايزين نتكلم على اللي خطبهم ولم يعقد عليهم. ماشي، دول عددهم 17 امرأة. أسمائهم خولة بنت حكيم ابن أمية، وهبت نفسها له فأرجاها فتزوجها عثمان ابن مظعون، وأم شريك بنت جابر الغفارية، وجمرة بنت الحارث ابن عرف، وعف وحيتتقال تتحط برضو اللائحة بتاعتهم قدامكم، وما فيش داعي أن أنا أضيع الوقت في قراءة أسماء، هي موجودة وحتتحط على السايت عشان اللي عايز يشوفها ويشوف المراجع اللي اتكتبت فيها ممكن يصل إليها. وده ما عرف من النساء اللواتي ضمهن إلى حظيرته، بخلاف الأعداد الكثيرة بقى اللي استمتع بهن بحسب سورة النساء 24، فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به. زي الدعارة، خدها وادفع فلوس بالدعارة. وفي صحيح ابن حبان جزء 9 صفحة 244 يقول إن استمتعنا مع رسول الله، استمتع بالنسوان يعني، ثم لم ينهنا عنه حتى مات، ماشية استمتاع. وفي كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد لزين الدين ابن الحسين جزء 5 صفحة 15 في حديث عمران يقول تمتع رسول الله فتمتعنا معه. ويقال إن المتعة لغاها عمر بن الخطاب. كيف يلغي عمر الخطاب حديث سنة بل وآية قرآنية؟ وعلى كده علامة استفهام كبيرة. بيقول بعض أحبائنا أو بيقول أحبائنا المسلمين أنه زواج محمد كان لسبب من سببين. السبب الأولاني يا إما شفقة بشهداء اللي كانوا بيقعوا في المعارك اللي كان بياخدها، يا إما أنه هو كان بيحاول ينشر الإسلام مع القبائل وينال حظوة ما بينهم فكان بيتزوج منهم. ده كان الغرضين الأساسيين اللي بيصرهم بسم الله دفاعنا، يعني بيحللهم ويبررهم مجوازهم وشفقة بالأرامل والنشر الإسلام في كل القبائل. حقيقة هناك من زوجات الرسول من كنا أرامل للشهداء، وأيضا منهن من تزوجنا بهدف نشر الإسلام، صح؟ ولكن دعني أتساءل، ألم يكن من الأجدر بالنبي أن يزوج أرامل الشهداء لبعض رجاله المجاهدين؟ يعني لازم هو اللي يخش عليهم؟ فلماذا كان يستأثر بهن؟ ثم كم كان عدد أرامل الشهداء في الليستة اللي احنا قلناها؟ 66. أربعة من 66 امرأة. أما زواجه لنشر الإسلام فذلك مردود عليه أيضا، فغالبية اللائي تزوجهن من قبيلة واحدة وأخريات سبايا حرب، علاوة على من يمتون له بالقرابة. والغريبة اللي كان يرتبط بها يقولوا لها اتعوزي بالله منه فيطلقوها. يبقى كان فين ويطلقها ليه لما هو عايز ينشر الإسلام؟ ثم ماذا عن زينب بنت جحش زوجة ابنه بالتبن، وصفية التي أخذها من دحية الكلبي، وجورية بنت الحارس اللي خدها من ثابت ابن قيس؟ هل كان هذا لنشر الإسلام؟ طب ما كانوا عند ناس سرار ياخدهم يعمل بهم ايه؟ وهل كان يمارس نطاح المتعة أيضا لنشر الإسلام؟ أسئلة غريبة وكثيرة بترد على هذه الاعتراضات. رغم عدد الزوجات الكتير اللي كانت عند محمد، لكن واضح انه ما كانش بيضاجعهم كلهم او ما كانش يعني يناموا ياهم كلهم. لا، دي مشكلة، دي حقيقة. حقيقة. اولا السبب ايه؟ العيب في كده؟ اولا بحسب شريعته اللي حطها نراه ان هو قد كسر هذه الشريعة بنفسه. ازاي؟ في سورة النساء آية 3 تقول فانطحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. فهنا السؤال، هل كان محمد عادلا؟ ليه واخد النسوان دول كلهم وحجزهم من غير ما يعشرهم؟ هل هذا عدل أيضا إن هو يضمهم في حوزته، ولا ترك عدد كبير منه وترك عدد كبير منهن؟ فلماذا لم يكتفي بواحدة بحسب شرعه؟ ثانيا،
ان تعدد الزوجات الذي شرعه محمد هو اصلا خطأ. ليه؟ لانه ماشي على شريعة موسى وتجاهل شريعة المسيح، لكن لما جه المسيح جاء بشريعة الزوجة الواحدة، لان اعطى للانسان نعمة ومعونة الهية يعمل انضباط لشهواته وغرائزه واكتفى بواحدة شريعة. ما فيش بقى بعد كده شريعة سماوية تستطيع ان هي تبيح تعدد الزوجات مرة ثانية، وده الخطأ الذي وقع فيه محمد ايضا. ليه طيب محمد اقتنى العدد ده كله من النساء؟ أيوة. برغم انه لم يدخل عليهم، يعني كان لازم كان في سبب تاني غير 66 واحده. ليه اقتنى العدد ده كله؟ ده سؤال مهم قوي، وسؤال برضو المفروض ان احبائنا المشاهدين يعني يخطر ببالهم. انا هقول ما هو في رايي. هناك اسباب كثيره. سبب الاول ان اقتناء النساء عند محمد كان مثل اقتناء الخيل لله. زي ما جاء في مسند ابن الجعد البغدادي جزء واحد وصفحة 345، قال النبي: اجعلوا اللهو في ثلاثة أشياء، الخيل والنساء والنضال. طيب أنا بس عايز أسأل، يعني المرأة لهو عند الرسول، طب لما يجي ينادي على واحدة من نسوانه ينادي يقول لها ايه؟ يا لهوي يا لهوي. طب وبعد ما حجبهن واخفاهن عن الناس وعايز ينادي على واحده يقول ايه؟ يا لهوي الخفي. هل هذا كلام؟ لها زوجة لله. فبالنسبه لمحمد كان هذا الامر يمثل دنياه، بدليل ما جاء في 29 مرجع تراثي، منها سنن النسائي جزء 5 وصفحة 280، والأحاديث المختارة لمحمد المقدسي جزء 7 صفحة 203. قال الطبراني: لم يكن شيء بعد النساء أحب إلى رسول الله من الخيل. خيل، حاجة غريبة قوي إنه الحب بتاع الخيل زي النسوان بالضبط لله، ويلعب بيهم ويترقص بيهم. سبب الثاني أن الخيل والنساء كانتا سلع كأرصدة البنوك والتجارة. كما يتضح من المستدرك على الصحيحين للنيسابوري جزء 4 صفحة 493، قال النبي: لا تقوم الساعة حتى تغلو الخيل والنساء. يغلو تمنهم يغلى يعني، بعدين يقول ثم ترخص فلا تغلو إلى يوم القيامة. من علامات الساعة غلو النسوان والخيول، وبعد كده يرخصوا إلى قيام الساعة. سلعة. السبب الثالث هو تفاخر العرب عموما باقتناء النساء. زي ده جبتها منين؟ في كتاب فيض القدير للمناوي جزء 5 صفحة 54 يقول: قال ابن سيد الناس: وكثرة الجماع محمودة عند العرب، إذ هو دليل الكمال وصحة الذكورية. ولم يزل التفاخر بكثرة عادة بكثرته، بكثرة الجماع والنسوان، لم تزل هذا التفاخر بكثرته عادة معروفة، والتمدح به سيرة مرضية. فالنبي كان بيتمدح به. سبب رابع، سمحتني يعني اتفضل، ان اقتناء النساء هو دليل الفحولة الذكورية. جاء ذلك في 184 مرجع تراثي، منها كتاب فتح الباري جزء 9 صفحة 263 يقول ايه: فان العرب تتمدح بكثرة الجماع لدلالتها على صحة الذكورية والفحولية. وفي كتاب فتح الباري جزء 1 صفحة 379 يقولك: إن الله خص نبيه بأشياء، منها أنه أعطاه ساعة في كل يوم، كل يوم ساعة لا يكون لأزواجه فيها حق.
يعني الستات مراته زوجاته ما لهمش حق في حاجه. امال ايه؟ لا هو يخش عليهم يقول كده يدخل فيها على جميعهن فيفعل ما يريد من غير ما واحده تقول بم، يعني كوعاء وعاء او مرحاض، بس يعني مرحاض لحم يعني، فيفعل بها ما يريد. وقد يكمل بقى يقول وقد اعطى النبي، اعطي النبي صلى الله عليه وسلم القوة على الجماع، وهو دليل على كمال البنية وصحة الذكورية. ولعل من هنا عمرو أديب لما كان بيكلمني يقول لو ذكر، لا احنا ما عندناش الذكورية بهذا المفهوم، عندنا الذكورية بهذا المفهوم وقاحة. لا ما تمشي شويانا. الذكورية والذكر بالرأي والفكر والعقل والمنطق. في الحلقة اللي جاية سوف نناقش هل كان الرسول بالفعل فحلا ذكوريا، ده موضوع الحلقة الجاية. وحنشوف يعني تعليقا على فعل محمد مع نسائه سواء كان عاقد عليهم أو غير عاقد عليهم، ايه هو مفهوم الزواج عند محمد؟ احنا عرفناه دلوقتي او عندنا فكرة عنه على الاقل دلوقتي، عايزين نقارنه بمفهوم الزواج اللي الرب يسوع او المسيح علمه لنا. حاجة مهمة قوي. المفهوم عند محمد هو ان الزوجة او المرأة وعاء لتفريغ طاقة الرجل، تريد او لم تريد، ثم انها سلعة في سوق الحريم لمتعة الرجل كالخيل تماما، زي ما اتضح لنا من المستدرك على الصحيحين للنيسابوري جزء 4 وصفحة 493 اللي احنا وريناه لكم قبل كده على الشاشة. اما في المسيحية فالزواج رباط مقدس وشريعته الزوجة الواحدة، وشرطه هو المحبة الخالصة المتبادلة بين الزوجين، فالمرأة مكرمة في شريعة المسيح. عشان كده في رسالة العبرانيين 13 آية 4 يقول ليكن الزواج مكرما عند كل واحد. عزيزي المشاهد، لقد مضى محمد إلى مصيره الأبدي بكل شريعته، فتبصر أنت، هل أنت أيضا تزدري بروح النعمة كما ازدرى بها محمد؟ هل ترفض نعمة المسيح المخلصة لجميع الناس؟ أم أنك أنت تشتاق أن تعيش في حياة الطهر والقداسة وفي حياة الكرامة والنعمة والنظافة؟ يا ريتك لو أنت تطلب هذا، لو أنت عايز فعلا ارفع وياي صلوة. أنا ناس كتير بيقولي على البالتوك ويقولوا لما أنت طلبت من الناس أنهم يصلوا، إحنا صلينا بس ما قدرناش نتكلم في على الهواء. صلي عزيزي حيث أنت، ويمكن تكون قاعد كده أو في وسط عيلتك وخايف من ده ومن ده، لا صلي في سرك بس من غير ما حد يحس، صلي في سرك والله يسمع همسات القلب. قل له يا رب أنا عايز أعيش في حياة الطهارة والقداسة، وعايز النعمة اللي انت قلت عليها يا رب، عايز المعونة السماوية تعمل انضباط لغرائزي وانضباط لحياتي، وتشبعني بنعمتك وتفرحني بيك. انا عارف انك انت بتحبني لانك بتحب البشر خلقتني، فليتك يا رب تدخل الى قلبي والى حياتي الان. انا بفتح ليك قلبي يا رب، حسب وعدك ان اللي يفتح لك قلبه بتدخل انت حياته وتطهره وتقدسه. انا مؤمن يا رب بذلك، عشان كده بدعوك تخش قلبي وحياتي الان. امين. أشكرك لأنك سمعت صلاتي وقبلتني. أمين. أخي المشاهد وأختي المشاهدة اللي صلى هذه الصلاة وطلب هذه الطلبة، ببساطة الرب بيقبله وحيأكد لكم هذا القبول في حياتكم العملية. هتحسي وحتحس إن حياتك اتغيرت من جوه، اتغيرت، وده دليل نعمة ربنا. أمين. أشكركم لحسن إصغائكم. قبل ما ندخل للمكالمات يا ابونا زكريا، هل عندنا نتيجة السؤال اللي احنا سألناه في أول الحلقة؟ أيوة. هل كان محمد مزواجا؟ نتيجة وصلت إلى 80% كان مزواجا،
و20% بيقولوا لا ما كانش مزواج. لسه في 20% بيقولوا ان هو ما كانش مزواج. يعني هم احرار، كل انسان بيعبر عن رايه. واحيانا بالناس بتشارك بالاغاظه يعني يقول لك بالعلم فيكم اهي لا خلاص. يعني احنا فاسين الناس يعني، لكن مش مهم. المهم برضه حتى 20% سائط برضه. مش بنتحدى بالنتائج دي يا جماعه، لكن احنا بنفكه يعني فكاهات يعني. معانا مكالمة أبونا زكريا من الأخ أحمد في السعودية. اتفضل يا أخ أحمد بالسؤال بتاعك لو سمحت. يا مرحبا أخ أحمد. مساء الخير. مساء النور يا أخ أحمد، اتفضل بالسؤال بتاعك لو سمحت. أنا أولا محظوظ إن أنا من 5 سنين أول مرة الخط يقف معايا. أهلا. أنا اسمي أحمد يوسف جرجس عبد الله. احمد يوسف، انا فهمتك اللي عايز تقول ايه، مظبوط. وهنيالك يا ابني من بدايه قبل ما تتكلم، هنيالك ادام انت اخترت بارادتك ومشيئتك، فهنيالك يا ابني. اكيد ابونا هنيالي طبعا. هنيالك ومبروك عليك، مبروك عليك يا ابني، وحتهيص انت مع الاعداد الضخمه. يعني احنا ما بيهمناش، احنا مش بنتحدى الناس يا ابني. بس انا عايز اسيبك تعبر عن رايك بدل انا ما استنتج يعني كده. لكن انت عبر عن رأيك برضو بس باختصار، انك كنت مسيحي وبقيت مسلم صح؟ لا مش كده، انا جدي هو اللي كان مسيحي وتحول للإسلام. انا مش عارف هل هو كان مشى صح او غلط. ماشي كويس، لكن ايه بقى السبب ان انت بتتصل بينا بيه يعني؟ معلش يا ابونا الصوت عندي ضعيف جدا جاي من عندي. انا هقول تاني، انت بتتصل دلوقتي، ايه الهدف من اتصالك عشان خاطر ابقى ارد عليك موضوعيا؟ اتفضل حضرتك معاك المايك. طيب انا عندي 3 أسئلة على السريع في الوقت الدنامي. بالنسبه للنبي سليمان وداود. ايوه. ها اوكي يا ابو. نعم. بالنسبه للنبي سليمان وداود. ايوه. هم انبياء سواء كانوا في عصر النعمة أو في العصر السابق للتشريع، هم في النهاية أنبياء لهم تصرفات الأنبياء، فهم لو تزوجوا بآلاف أو بـ300 أو بخلاف العدد يعني، فهم أنبياء، كان حصل ده تحت نظر الرب وهو عارف اللي هم عملوا كده وما اعترضش عليهم. لا لا لا. ده السؤال الأول. السؤال الثاني. أيوه. بالنسبة للتواريخ وأعمار الزوجات اللي نعرفه في الإسلام اللي هم بيعلمونا، انا المحايد، انا مش عارف ابو جد جرجس كان يعني هو ضرني لما اسلم ولا هو فادني، فانا محايد. هو لو فضل مسيحي كنت هطلع مسيحي، لو فضل مسلم كنت هطلع مسلم زي ما انا دلوقتي. فانا مش عارف دلوقتي لو التواريخ بتاعه زوجات النبي. لو نعرف ان احنا بنعرف الاسلام اللي هو اتجوز وعنده 24 سنه من ستنا خديجه، وقعد معاه 20 سنة ولم يتزوج أحد تاني، يعني قعد 20 سنة يعني وصل للـ40 وهو لم يتزوج، فهل ده كده يكون مزواج؟ أنا ما أعرفش، فياريت أبونا حتى لو تفصل في أعمار الزوجات اللي هم اتجوزهم، وفي نفس الوقت إمتى اتجوزهم من عمره من حياته. النقطة الثانية، في أنا كنت طبعاً بدور على الحق مع حضرتك من 5 سنوات. حضرتك. فبخش شكرا. على النت وبخش بطلع مراجع. أشكرك حبيبي. وبعتولي الأخطاء من عندكم. طب اديني المقدس مشكورين. اديني فرصة إن أنا أرد عليك بقى حبيبي. طيب. خليك ويانا عزيزي أحمد يوسف من السعودية، عشان خاطر عندنا بريك دلوقتي، ابقى معنا وحرد عليك بعد البريك. أعزائي المشاهدين، المشاركة معنا بالأسئلة أو التعليقات يمكنكم أن تتصلوا بنا على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو باستخدام برنامج سكايب. في حالة عدم تمكنكم من الوصول إلينا، رجاء إعادة المحاولة مرة أخرى. يمكنكم أيضا ترك رسالة صوتية على المجيب الآلي. كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الإلكتروني حوار@حوارالحق.com. لمشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى زوروا مواقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com www.حوارالحق.com. ما عندكم شرف العلامة الشيخ جمال قطب إنه انسحب من الحلقة لأن إحنا بنناقش فيها مشكلة من مشاكل الدين.
اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين وزملاء والمطورين اعمل ايه؟ يا فادي في الجرنان على النت وعلى قناة الحياة اتحدى لو استطاع ان يرد على ما يقال عن الاسلام. لا استاذ لا يقدر يرد ولا غير. أعزائي المشاهدين، بنعمة الرب يتم بث برامج جناب القمص زكريا بطرس أسئلة عن الإيمان على الموجة القصيرة 9.430 كيلو هرتز 31 متر، وذلك مساء يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 6:45 دقيقة إلى الساعة 7:15 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة. وهذه الإذاعة تغطي البلاد التالية: مصر، السعودية، الأردن، العراق، الكويت، تركيا، البحرين، لبنان، اليمن، قطر، سوريا، عمان، فلسطين، الإمارات والصومال. كما يمكنكم أيضا متابعة هذا البث على الموقع الإلكتروني الموجود أمامكم على الشاشة. شكرا جزيلا، سلام لكم من جديد. مجرد تنبيه، SMS أرجو من اللي بيرد عليه أنه يبعت أرقام مش يبعت كلام، الكلام لن يلتفت إليه. لو انت بتقول نعم اكتب واحد، بتقول لا اكتب اتنين. ولو تحب تقول لنا انك انت قابلت المسيح او عايز تتصل بينا او انت متأثر بالكلام، مجرد تضغط رقم 7. احنا بنتفاهم على الاس ام اس بالارقام وليس بالكلام. ونعود الى اخونا احمد يوسف، وارجو ان هو يكون ويانا دلوقتي وسمعني. ايوه اشكرك حبيبي، احنا بنقدر بحثك لمدة 5 سنين وتدويرك، وده شيء كويس قوي للبحث عن حق. اما جدك الذي اسلم فقد وصل الى مصيره الابدي وراح عند حبيبه، فده خلاص قضيته انتهت من معانا، الموضوع عليك انت دلوقتي. اخي لما بتسأل عن سليمان وداود بتقول قبل النعمة او بعد النعمة مش مشكلة، كانوا أنبياء. لا مش مشكلة، ده مقياسك أنت. لكن مقياس الله أنه بعد النعمة شيء وقبل النعمة شيء ثاني. أنا عايز أقول لك حاجة، مثال يعني، الخمر حرمت على درجات في الإسلام، محمد حرمها صح؟ طيب بعد محمد ما حرمها، محمد كان بيشرب خمرة، فبعد ما حرمها يقدر محمد يشرب خمرة؟ يقول لك مش مشكلة، اتحرمت ولا ما اتحرمتش يشرب خمرة برضه. بلاش المنطق المغلوط، الإنسان اللي عايز يفكر صح بيفكر بمنطق صح. النعمة محولة، ارتقت بما قبلها، يقول ما جئت لأنقض بل لأكمل، فبعد ما يكمل ما يرجعش للناقص تاني. فمش دي قضية لازم تدرسها مع نفسك كويس قوي. بعدين محمد اتجوز وهو عنده 24 سنة خديجة، وقعد 20 سنة ما اتجوزش. عارف ليه يا أخ أحمد؟ اقرأ في السيرة النبوية عن زواج خديجة، شوف مين عمل لها العقد. ابن عمها ورقة بن نوفل هو اللي عمل لها العقد. ورقة بن نوفل كان قس مكة، فإذا عمل العقد على الشريعة المسيحية التي يؤمن بها، فعاشت خديجة تبع شريعة الزوجة الواحدة، ولم يستطع محمد أن يلتفت إلى أي واحدة يمينا أو يسارا، خصوصا ما كانت قبضة اليد في إيده يعني. أي فإيدها هي، واخد بالك، العصمة في إيدها يعني. فلكن بعدما ماتت فورا عمل حاجتين. حاجة الأولانية يتجوز بنت في فرق العمر أو أكتر، بعد ما هو كان صغير ومراته الكبيرة، قلب العملية انتقاما، اتجوز طفلة عشان خاطر يعوض. حاجة تانية، بعد ما كانت واحدة على الشريعة المسيحية فتح الباب على البحري. فلازم تكون عارف للحاجات دي يا أخ أحمد، أمال أنت ماشي إزاي يا ابني؟ لازم تدرس. فاضل بعد كده إيه؟ سؤال آخر؟ ما فيش. شكرا. هل جدك ضرك ولا لأ؟ أنت أدرى. أنت أنا حماشيك بالريموت كنترول، أقول لك جدك ضرك، لا لازم تسيب الإسلام. ما عندناش كده يا ابني، لا عندنا ريموت كنترول نغير بيه الناس، ولا عندنا سيف نقتل بيه الناس. احنا بنقول لك انت ابصر. هذه الايجابيات وهذه السلبيات، هذه الايجابيات وهذه السلبيات، وانت ادرى بمصلحه نفسك.
واسأل ربنا وقول له يا رب اعمل ايه وريني الحق لاتبعه. أمين. وربنا يبركك واحب اسمع منك. حب اسمع منك حبيبي. نعم تفضل حد تاني على ال. اهلا بيك يا اخ عادل على حوار الحق، لو سمحت تفضل بالسؤال بتاعك. اخ عادل ألو. تفضل. الو يا الو عبد السلام مش عادل. عبد السلام اهلا وسهلا. معلش هو بس العتب على الودان. مساء الخير يا ابونا. يا مساء النور يا عزيزي الفاضل عبد السلام. انا حلو وانت عامل ايه؟ انا بصراحه بشكرك جدا، برنامج بصراحه رائع وانا من اشد المعجبين والمتابعين دائما. الله يباركك. بتخيل اني يعني بدات اطلع النور يعني. وان شاء الله راح اعبر يعني. امين يا رب امين. بحب اشكرك يا ابونا وانت والاستاذ. انت مؤدب قوي. ياه ايه الادب ده كله اخ عبد السلام، صدقني انت شابهت نبيك يعني، فما عليك عتب لان نبيك كان لسانه كده برضو. قال ما احنا اتكلمنا على الكلام اللي قاله المره اللي فاتت اللي ما يتنطقش. فاحنا بنشكرك اخ عبد السلام، والخدعه الاسلاميه واضحه واللسان الاسلامي واضح، ومبروك عليك يا ابني قلة الأدب وطولة اللسان، مبروك عليك، اتهنى بيها. يا ريتك يا عبد السلام تطلب ربنا عشان خاطر يغيرك يا ابني. اتفضل. الأخت مريم من مصر. الأخت مريم من مصر، أهلا بيك يا أخت مريم، اتفضلي أنت على حوار الحق والسؤال بتاعك. سلام ونعمة أستاذونا. سلام ونعمة. سلام ونعمة، أهلا بيك. لو سمحت أستاذونا أنا بقالي فترة طويلة عاوز أتصل بيك. أيوه. وعاوزاك ومحتاجة صلواتك ليا بس مش عارفة أوصلك، بقالي أكثر من شهرين. أنا سبت معلوماتي كاملة في الكنترول روم. أنا عبرت كده من دماغي لوحدي يعني بإيماني بربنا، ولقيت ربنا حواليا وخش في مواقف كثيرة وتغيرت حياتي من كذا شهر. حلو بس خالص. محتاجة دعواتك وصلواتك إنه أكلمك مباشر. امين. يا ريت تتصل بي، انا سايبه كل معلوماتي بقالي اكثر من شهرين مستنيه مكالمتك. طيب يا لو سمحتوا الكنترول روم يدوني البيانات ديت لو سمحتوا بعد ما اخلص الجلسه على طول الحلقه عشان خاطر نتصل باختنا مريم. والف مبروك يا مريم، ربنا يباركك ويحافظ عليكي. لكن كان ايه سر التحول يا مريم في حياتك؟ ما فيش حاجه معينه كبيره يعني واضحه، بس في حاجات كثيره صغيره وشويه شويه بديت افكر واقرا هنا واقرا هنا بين القران وبين الكتاب المقدس لغايه ما ربنا نور طريقي ودخل قلبي وبدات اشوف واحس فيه كل حاجه حواليا. امين. بركه كبيره. وجاتني كذا رؤيه، جاني كذا رؤيه، فتحول من غير ما احس تحول لايمان، مش محاوله انه اقنع دماغي واختار صح من غلط. فجأة حسيت اني مأمنة بيه قوي وبخاف منه قوي وبحبه قوي ومعرفش عندي مشاعر معاه كبيرة. مشكور الرب. يعني انا بقالي حوالي سنتين ببحث وبشغل دماغي وبقارن صح وغلط فين. برافو. وده صح وده غلط وبتابع برامجك طبعا وبرجع للانترنت وبعمل برافو. كل اللي بقدر عليه. ربنا يبارك. فجأة الموضوع تحول عندي لأمان وخشوع ورهبة وحبه مش طبيعي. ربنا يباركك. فأنا من ساعتها حسيت نفسي ان هو قبلني. امين. وخدني بنتي لي، بس محتاجه صلواتك ويا ريت تكلمني. لازم هكلمك. ايه رايك نشكر ربنا على هذه النعمه مريم؟ ممكن تشكري ربنا قولي له كلمه كده شكر، تقولي كلمي ربنا على تحب انت تتكلمي تصلي تقولي اشكرك. لا يا ريت اسمع صلواتك انا محتاجاها. طيب. قوي. امين امين يا بنتي، باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ربنا اشكرك لاجل لمسات حبك للقلوب الباحثه عنك، إشراقة نورك لحياتهم. بارك بنتك مريم بكل بركة روحية، احفظها في سلامك، ثبتها في إيمانك، نميها في النعمة وفي معرفتك. شكرا لأنك افتقدتها ودخلت قلبها وخلصتها. أسألك يا رب أيضا من أجل الكثيرين والكثيرات عشان خاطر تغيرهم وتمتعهم باللي تمتعت به مريم، ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد آمين. حاضر أنا هتصل بك يا مريم بعد الحلقة على طول إن شاء الله. تفضل حد تاني.
على فكرة، على فكرة قبل ما ناخد مكالمة أخرى، الأخ عبد السلام لما شتم الشتائم القبيحة اللي أنا سمعتها، لحسن الحظ إن الناس الصحيين في الإرسال أول ما لقوا الكلام قبيح وقليل الأدب شالوه، شالوه. فعشان كده أنا بنبه وقالوا لي دلوقتي إن إحنا شلنا الكلام عشان الكلام قذر ما يطلعش للناس. فبنبه بقول يعني إن أنا لما علقت علقت على اللي سمعته في ودني، لكن هم نشكر ربنا يمكن اللي بيشاهدهم ما سمعوش، لأن حصل قطع للخط على طول، وأول ما لقوه بيطول لسانه، يعني قطعوا له لسانه ببساطة كده. برافو عليكم، أنا مبسوط منكم الحياة، واعيين وشعب مبارك وخدام مباركين في كل مكان. فضل عزيزي الديني اللي بعدي. الأخ فادي، أهلا بيك بحوار الحق، تفضل بالسؤال بتاعك لو سمحت. فادي من السعودية. أيوة أيوة أخي فادي. السلام عليكم أبونا. يا مرحبتين يا حبيبي، ازيك؟ بنعمة الرب أنا بخير، وبنعمة الرب يباركك، وبفضل صلواتكم احنا بخير، وبنعمة الرب يباركك، والشباب كلهم، كل الشباب يبلغوك سلامهم ويطلبوك بالمزيد من الصلوات وبالمزيد من الافصاح عن هذه الحقائق. الرب يبارك جهدك. الحقيقة أنا أتفهم وضع السيد عبد السلام، وأصلي وأرفع صلوات للرب من أجله ومن أجل الملايين من، ولا ألومه على ذلك، فهذه هي الثقافة التي ورثناها، ولا زلنا ندرسها في مدارسنا ونسمعها في خطب الجوامع وفي الانترنت وفي الحوارات العادية. فنصلي من أجله ومن غيره من الملايين أن الرب يلامس. الثانية أبارك للأخت مريم، أختي بالمسيح، أختي بالرب يسوع المسيح، أن يحفظها وعلى نعمة هذه الخلاص. كما أبارك للأخ محمد من الكويت الذي عبر البي بي سي في برنامج نقطة حوار الأسبوع الماضي أعلن إيمانه وتحدى العالم من الكويت، فأنا أهنئه على نعمة الخلاص. الرب قادم يا أبونا. على العموم يا أبونا، يوم الأحد الماضي على الجزيرة مباشر كانت لي مداخلة بقوة الرب، وكان هو الأستاذ الدكتور محمد سليم العوة، وهو غني عن التعريف، وهو الأمين العام للمجلس العالمي أو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه الشيخ القرضاوي رئاسته، وهو يجمع كافة طوائف الأخوة الأعزاء المسلمين. عندما دخلته وقلت له أنني مسيحي سعودي، أعرض عن سعادته واستغرابه في نفس الوقت أن يوجد هنالك مسيحيين سعوديين، وأنا أبشره وأبشر غيره أن هنالك ألوف مؤلفة لا أستطيع أن أصح عن عددهم، مواطنون سعوديين مسيحيون. نشكر الرب فضلا عن أخوة المقيمين من المسيحيين من كافة الدول العربية وغير العربية. وبنفس الوقت أطالب هذا الأمين العام للاتحاد العالمي بما أنه أعرض عن سعادته، وكانت محل فخرنا واعتجاجنا في حقيقة الأمر وتقبلناها بنعمة وشكر للرب، أطالبه بموقعه، خاصة أنه يرأس جمعية الثقافة، الجمعية المصرية للثقافة والحوار أيضا، وبصفته في الاتحاد العام للمسلمين، أن 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 يعيد النظر في مسألة حد الردة، الذي سمعنا أن القرضاوي شخصيا طالب بإعادة النظر في حد الردة. فلذلك نأمل منه أن يأخذ أيضا مزيد من التسامح والمحبة تجاه الآخر. شكرا لتاحة هذه الفرصة يا أبونا، صلي من أجلنا، نحن بحاجة ماسة لصلواتكم، الرب يبارككم. شكرا يا أخي فادي. بس قبل ما أسيبك عشان خاطر الناس كلها تحب تعرف، إيه النقطة المحولة في حياتك يا أخي فادي؟ بقى قفل. طب خلاص ماشي. الأخ حسن، أهلا ومرحبا بك في حوار الحق، لو سمحت تفضل بالسؤال بتاعك. أنا وسهلا بحيي الجميع وكل الفريق القائم على الخدمة، وأبونا بكبر الأيادي، الرب يبارك. يا مرحبا أخي حسن. أهلا بحضرتك أستاذنا. أستاذنا أنا أشكرك على المفاجأة، كأن يعني أنا كنت مسلم قبل كده وما كنتش أعرف أعداد زوجات الرسول، لكن أنا كان عندي في السيرة النبوية اللي هي بتاعت أيام ما كنت مسلم لحد دلوقتي معايا ابن هشام في المجلد الثاني. سؤال بطرحه، ويا ريت يا أستاذنا نساعد المسلمين الآخرين وربي يستخدمك أكثر وأكثر زي ما ساعدتني. بيكتوب عن أزواج، ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم أسمائهن، فكاتبين الأسماء عدتهم لقيتهم 9، فلما بدأ يكتب كل واحدة منفصلة لقيتهم 11، وبعد كده لما بدأ يكتب في السيرة النبوية عن القريشات منهم والعربيات
وصلوا 14. هل سؤال يا أستاذونا، هل في حد بيراجع الكتب دي ولا هم فاكرين ان احنا مسلمين بنقرا ما بنشوفش؟ اشكرك يا أستاذونا والرب يبارك حضرتك ويستخدمك لمجد اسمه. شكرا جزيلا اخ حسن من اجل مداخلتك، وانا فرحان ان في نفوس كتير بتتعرف على الرب وبتقبل نعمته وبتشهد عن عمله. هل حد بيراجع الكتب الإسلامية؟ المفروض ان هم يراجعوا، خصوصا دي كتب تراثية، لكن مش بالضرورة ان كل كتاب لازم يذكر كل الاسماء. الكتب كلها بتكمل بعضها، وانا ذكرت الاسماء بحسب ما وصلت اليه الى الان، جايز بعدين اكتشف حاجات تانية وحصرحكم بيها في حينها ان شاء الله. شكرا جزيلا. الاخ عبد الله من فرنسا، اهلا ومرحبا بك في حوار الحق، لو سمحت تفضل بالسؤال بتاعك. مساء الخير يا مرحبتين يا أستاذ أبونا. يا مرحبتين حبيبي، نقبل الايادي يا أستاذ أبونا. الله يبارك حياتك ويحافظ عليك، وسلام على الاستاذ عبد الفتاح كتير خالص. اهلا بك، مبروك. الله يبارك فيك حبيبي، اهلا. انا بقول احنا متشكرين جدا يا أستاذ أبونا على المعلومات القيمه والعظيمه اللي انت بتقدمها، وده خلاص لكل الناس. لكن اذا كان الاخ عبد السلام تلفظ بالالفاظ مش كويسه، فانا عايز اقول له كلمه صغيره، من قله حيلك يظهر بس. لكن الموضوع اللي عايزين ندخل فيه قدسك، انا طالب بعد اذن قدسك ان اي حد يقدم اي اثباتات اللي هي في مذبحه الكشح ومذبحه ابو قانه ومذبحه الزاويه الحمراء عشان نقاضي وزير الداخلية المصري وكل المسؤولين اللي كانوا معاه مسؤولين في هذا الوقت أمام القضاء في محكمة لاهاي. إذا كان حد عنده أي إثبات يقدمه على الإنترنت عشان أو أي شهادة أو أي حاجة نقدر ناخدها كبريف، يعني إثبات عشان نقدم وزير الداخلية المصري في هذا الوقت للقضاء الدولي عشان يحاكم زي كل المجرمين. اشكر محبتك يا عود سابونا، منقذ الايادي ورجاء الصلاه لينا، وما تنسناش يا عود سابونا. اشكر محبتك، اشكر محبتك يا عبد الله، وانت فتحت لنا موضوع جميل. امبارح وانا في الروم بتاعت البلتوك، وجاء اخ حبيب انا اعرفه جيدا من الذين يعملون في المجال القانون بتاع الاحوال بتاع ده حقوق الانسان في العالم، وله وضلع كبير قوي، وبشرنا بشرة كبيرة جميلة ان ليس لا يموت حق وراءه مطالب، لا يموت حق وراءه مطالب. فاللي حصل، ايوه اللي حصل عزيزي، زي ما الجماعة بتوع الصرب مسكوهم مجرمي حرب، وزي ما بيطالبوا النهاردة بالبشير كمجرم حرب بما فعله في دارفور، الحقوقيون في المستوى العالمي ابتدوا يتنبهوا، طب احنا عندنا مش دارفور واحدة ومش عندنا بوسنة واحدة، ده احنا عندنا الكشح وعندنا الزاوية الحمراء وعندنا دير ابو فانا، وعندنا من ايام الفتح العربي من 14 قرن مضوا الى اليوم، والإبادة شغالة في المسيحيين. ولهذا تنبه الحقوقيون ان هم يعني يرفعوا قضية ايضا بالتاريخ الماضي الذي لن يموت. ولهذا نحن نشجع كل انسان ان هو يساند هذه الحركة. ايوه حبيبي انا عارف كده، وتقدم الطلب وتوافق عليه، ولسه كلنا لازم نساهم في تعضيد هذا الامر. وعلى البلطوق هتلاقي الجهة اللي احنا هنبعت ليها باقتراحاتنا وموافقتنا والبنود اللي ويانا والبراهين اللي معانا، علشان خاطر اصلا الحق لابد ان يسر، وده حق على راس الكل. احنا مش بندعي على حد او بنتحامى في قوى عالمية، لا، احنا الناس اللي تصرفوا مسؤولين عن تصرفاتهم ويقدروا يدافعوا عنهم. مش معنى انهم تقدموا لمحكمة جرائم العدل الدولية انهم حيدانوا، لا، ممكن يبرروا نفسهم يقولوا احنا قتلنا النصارى عشان دول كفرة، ويشوفوا الناس هيقولوا عليهم ايه وهكذا يعني. فانا بشكرك يا اخ عبد الله انك خليتنا نذكر هذا الامر كمان عشان كل المشاهدين يقدروا يعرفوا هذا الموضوع ويساهموا فيه.
معنا الأخ سمير من أمريكا، أهلا مرحبا بك في حوار الحق، اتفضل بالسؤال بتاعك أخ سمير. أهلين. أهلا بك حبيبي. أهلا حبيبي. أهلا. أنا سمعت تلفون أو شفت اسم عبد السلام من الإمارات أو من أبو ظبي غور وريفر هيز. المناقشة مش لازم تكون يعني بالسب أو وريفر. المناقشة لازم تكون كحوار. تمام. بس حضرتكم عم تتعدوا مثلا على الإسلام. يا ترى الدين المسيحي أنا يدعو كافة الديانات زي الدين الإسلامي لما دعا كافة الديانات إلى الإسلام. ألا يدعو الدين المسيحي؟ لحظة أنا ما فهمتش كويس عزيزي عشان خاطر لهجتك أوكي. لهجتك مختلفة فعيد تاني بالراحة بس يعني سلولي كده. الدين المسيحي أيوة عم مثلا بيهاجم الإسلام، طيب لما لا تدعو اللي بيعبدوا مثلا الأصنام في الصين أو الشيخ في الهند أو اللي بيعبدوا البقرة أو إلى الأمثلة الكثيرة على ذلك في العالم كله، يعني في ناس حتى بعد الشمس في ناس بعد النار على ما اعتقد الايام هاي لانه انت فري كنتري سو كل واحد عم بيعبد الدين تبعه. يا ترى الدين المسيحي يدعو كافة الاديان الى الدين المسيحي؟ كويس خالص هاي سؤالي. خلاص شكرا. انا عرفت الموضوع في الختام ده الى الدين المسيحي. جميل ده سؤال محدد وحلو خالص. بشكرك لانك انت بتؤيد فكرة الحوار مش الشتائم وده شيء رائع وايجابية جميلة ليك. الدنيا مليانة أديان مختلفة زي ما فهمت بالزبط. يعني بيقول يعني اللي بيعبد القبر واللي بيعبد الشمس واللي بيعبد، فهل الدين المسيحي يدعو كافة الأديان إنهم يبقوا إلى المسيحية؟ ده سؤال جميل وأنا أحب أرد عليه. الحقيقة عزيزي الفاضل أستاذ سمير نحن لا ندعو إلى دين، نحن لا ندعو إلى دين، فلم يأتي المسيح ليؤسس دينا، لكن أتى المسيح ليعلن حبا ويعلن خلاصا لكل الناس من كل الأديان وكل المذاهب وكل الشعوب وكل الألسنة وكل القبائل. جاء المسيح ليقدم نعمة، نعمة الخلاص، نعمة التجديد، نعمة الروح القدس، يقدم خلاصا ونعمة. فالإنسان ليكن من يكون، مسلم، درزي، عابد للبقر، ملحد، يكون اللي يكونه، بس حب المسيح المقدم كيف يزدري به الإنسان ويدوس هذا الدم المقدس الذي سفك لأجل خلاصه. بشكرك كتير ويا ريتك أنت معنا أخ سمير ولا حطيت السماعة؟ والله قاعد عم بسمع لك تلفون مش على التلفزيون، أنا لسه بشاهد الحق يعني أقول لك حاجة أخ سمير ولو إني مش قادر أنا أشكرك على كل هذا الحكي، ولكن أنت تعرف إنه المسلمين بيأمنوا بالسيد المسيح عليه السلام وبستنا مريم العذراء، يعني حتى مشان أثبتك أكثر في إن إحنا أخت مسيحية كمان هو زارز ونحن مخوينها. طب استناني لحظة عشان خاطر ما أعرفش اللهجة دي، حتى أولادها بيقولوا لنا يا خالي. طب لحظة واحدة عشان خاطر أسمع المترجم بس، ترجم لي عزيزي. بيقول انه المسلمين بيؤمنوا بالمسيح وبيؤمنوا بستنا مريم. فما فيش خلاف يعني بينهم وبيننا، وان احنا لازم تبقى الدعوة بتاعتنا موجهة للناس اللي بيعبدهم البقر وغير وغير وغير. اشكرك حبيبي لان بتفكر برضو معي. شوف عزيزي انتوا بتؤمنوا بالمسيح مختلف المواصفات، انتوا خدتوا منه بس الاسم، يعني محمد قدم الاسم لكن افرغ هذا الاسم من كل النعم وكل البركات، فجردوا من اللاهوت وجردوا من الفداء والصلب وجردوا من النعمة والعطاء وجردوا من الروح القدس، فرغوا ادالنا أزازة فاضية كتب عليها المسيح. فده الإيمان بتاع المسلم، يؤمنون بمسيح يعني صورة لكن مش فعالية المسيح، وده اللي احنا بنتكلمه وبنقول أدام انت بتقبل اسم المسيح شوف بقى المسيح على حقيقته شكل ايه، لانه هو يريد ان يخلصك. وانت اخ سمير انت بتبحث عن الحق ولا مجرد بتدافع عن الكلام اللي انت بتؤمن به؟ طيب بتؤمن عايز تعرف الحق؟ طبعا عايز تعرفه وتؤمن طبعا. كويس برافو عليك. تؤمن اي انسان بده يعرف الحق. جميل. انا استناني استناني بس استناني استناني بس يا حبيبي استناني، انا وقتي ضيق في البرنامج فرد عليا بنعم او لا. حلو طيب
أنت تؤمن أن إله الحق يستطيع أن يعلن لك الحق؟ إله الحق هو الله. نعم نعم هو الله. هو الله الذي لا شريك له في الملك. ليس له إيه؟ الذي لا شريك له شريك في الملك. لا ليس له شريك في الملك وهذا ما نؤمن به. تحب أنه يعلن لك الحق الكامل؟ تحب أنه يعلن لك الحق الكامل؟ أنت متفق معي في هذه النقطة يا أبونا. إيه؟ أنت متفق معاه في أنه لا شريك له في الملك. طبعا احنا بنقول كده. احنا عندنا نؤمن بالله الواحد. يا انت مش بتقول بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين؟ فاحنا بنؤمن به. طبعا حتى إذا قرأنا القرآن نقول أمين، وإذا كنا في الكنيسة بدنا نقول أمين. طب اسمع بس، خلينا مش الوقت ضيق بالنسبة لي. اتفضل يا سيدي. انت تحب تقبل ربنا يعلن لك الحق الكامل ولا جزء الحق اللي عندك؟ عفوا، تحب ان المسيح يعلن لك الحق الكامل؟ ضربت. تقبل ضربت. ثبت، اعطيني اثبات. اديني اثبات. اديني اثبات. هو طيب احنا في اثبات او حجه. لما تروح انت على المحكمه وانت بدك تقدم دليل براءتك للقاضي، ايه بيقول ايه؟ عايز بيقول لك بدك تقدم دليل براءتك للقاضي لما بتكون في محكمة. هو أنا متهم أصلا يعني في يعني استنى بس، أنا بسأل يعني بسأل سعادتك يعني بسأل سعادة المدعي العام. أنا متهم. أوكي، ما فيش صوت خلاص. يبقى إحنا بكده نقدر نحن نكتفي عزيزي الفاضل. أوكي. 89 نعم و11 لا. كويس، يعني كويس، ناس غيروا رأيهم. نشكر ربنا والنتيجة قدامنا على الشاشة. هل كان النبي محمد مزواجا؟ نعم كان مزواجا. 89 لا ما كانش مزواج ولا حاجة. 11 بس حلو انه يعني العدد ابتدى ناس يغيروا آرائهم وأفكارهم. شكرا جزيلا. هل في كلمة روحية ممكن تقدمها لنا في نهاية البرنامج؟ هو ده الهدف اللي احنا عايزين نوصل إليه. سلام لكم أيها الأحباء في كلمة الروحية، لنخلي أذهاننا بقى من الشبكة العنكبوتية اللي احنا كنا بنتكلم فيها، وننتقل الى كلام نعمة وشهد عسل. كتاب المقدس احبائي في سفر القضاء صح 14 آية 14 واحد شمشون يقول من الاكل خرج اكل ومن الجافي خرجت حلاوة. والقصة ان شمشون كان ماشي فلقى اسد فقتله، وبعدين لما مشى تاني لقى فيه عش نحل عامل عسل فكل وكل أبوه وامه. فمن الجافي اللي هو الأسد خرج أكل، ومن الأسد الحيوان خرجت حلاوة من الأكل. وإحنا عايزين نقول من المواضيع اللي إحنا بندرسها دلوقتي ومن هذا الجفاء اللي إحنا فيه، لكن ستصل إلى الحلاوة بالمقارنة بعمل النعمة. الأسد جافي وفيه حلاوة. وهكذا وانت بنتكلم في هذه المواضيع انا عايز اوري لك قرص العسل الشهي وهو المسيح. ازاي؟ كان عندنا امبارح في البالتوك، وممكن تنزل البالتوك عندك، خمسة بيقولوا شهادتهم. فواحد بيقول انا بدور على القناة بتاعت الهوت بيرد قنوات الجنسية، فاتصادفت بقناة الحياة فتشبست قدامها لحد ما عرفت المسيح اخيرا. فمن هذا الجافي خرج أكل حلاوة وعسل. عشان كده عايز أقول لك حبيبي أن المسيح حلو كالشهد. مش مهم أنت بتشوفه فين وبتراه فين، وجايز جدا من على برامج غريبة أنت بتخش فيها وقناة الحياة اللي أنت فاهم أنها آكل هتجد فيها أكل حلو لحياتك الروحية. هل تحب تأكل هذا الأكل وتتمتع بهذا الشهد؟ يسوع قل له يا رب، رب أنا عايز أتعرف على العسل والشهد، عايز أتعرف عليك لأتغذى لأني جوعان، فأعطيني يا رب أن أنا أقبلك في حياتي تغذيني وترويني وتشبعني وتمتعني بنعمتك. اطلب هذا الطلب، فضل خش في حياتي. لإلهنا كل مجد وعظمة إلى الأبد آمين. الرب معكم إلى اللقاء الحلقة القادمة.